حبيبي شو وقت ابوك يجي من الشغل؟ لا جايب لنا اكل لا جايب لنا شيء، حتى كتلنا جوع يوميه بالزرعات وبالهايشات، والله العظيم تعبنا من يمه. هي هاي معيشه هاي؟ اجي ابوي اجي. عمو سعيد شلونك؟ لا شلونك ولدك؟ والله شي لا عاد قلبنا انت، كل شي لا عاد قلبنا، من وراك لا اكل لا شو اسمه لا مي، بعد شلون بيك والله احنا؟ والله زرعات كلنا بعد احنا نلتهي بالزرعات شلون بعد؟ هم نريد نعيش نريد ناكل. يعني هذا ابنك بدون اكل بعد صاير بي كافي ترى بس عيسى ولا بدون منه ان شاء الله يا ابني كافي هسه مش للسوق جيبوا لا ريد السوق ولا وخر من يمي يلا وخر بعد حتى ابو الهاشه يوميا مخليني فل علف بفضل اسير فش اسمه وخر مني وخر 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 كلش سعادتنا والله كلش هاي مو عيشه وياك وخر جا قلنا انه مقبول قوم اطلع لا تضربها انه هو امر راهي اوف منك اوف والله شي هاي قلبنا وخر وخر بهالريحه مالتك تكتب اوف شو الريحه هاي اوف هيا وخر ايدك وخر قوم اسبح قوم 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 بيك ريحه تكتل يوميا هوايش او هوايش مو حتى شي لاعب قلبنا شي لاعب قلبنا بعد واخر منه واخر 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 راح ادمي اوف اوف يا بيك ريحه تكتل اوف اوف